جينا عليا ما جبت خبر لقيت روحي تكسرت رأيي فشلو كرأيي فشلو الزولين جابوني هنا هم حكموني زهزينا في روحنا أنا بنفسي سنا فيهم يقولوا كورونا هذه قلت لهم كورونا جيني البراش ما جينيش وأنا ساسا جيني ولادي يقعدوا هنا يا الشيخ معايا جيت هنا كوما لا جيتكم هذه كرشي يقدر تخبطها رانا في حجه لا تخبط كاينين طبه وراهم ماتوا بالكوفيد كاينين فرمليات وماتوا بالكوفيد نطلبوا من الشعب الجزائري والشعب تاعنا تاع الصيف كل واحد يدير الوقايه لدارو عايشين مع المرضى نقول لك في جحيم في جحيم المريض يسوفري وحنا نسوفريو راهم يجيونا طول افيك دي ديتريس ريسبيراتوار يعني صعوبه في التنفس واش نقدر نقول ك دونك ان تيموانياج en tant que praticienne هنايا في لو سيرفيس سي كو رانا نستقبلوا في حالات عديده وعديده جدا في اليوم لكن للاسف الشديد ونظرا لتشبع المستشفى الجامعي سعدنا عبد النور في كل مصالح كوفيد المرضى يجيو ما يلقاوش بلايص في هذه الموجه الثالثه قعدت لنا حل اخير اللي هو التلقيح نشجع تلقيح